السلام عليكم مشجعي عند مدينة تطوان، كنطلبوا إن شاء الله مقابلة فرنسا مع المغرب. بغينا شي شاشة عملاقة في المدينة ديالنا، وبهذه الفرحة هذه إن شاء الله بغينا إن شاء الله نغلبوا فرنسا ورصد لافوكا ديالنا ذو المدينة ديالنا. كنحيوها وجيبوها جيبوها يا ولاد إن شاء الله. السلام عليكم، احنا كساكنة تطوان فرحانين بهذا التأهل للمنتخب المغربي، وكنشكروا جميع المسؤولين على هذا القطاع الرياضة التربية والرياضة، كذلك المدرب وليد الركراكي، يعني خاض أشواط عديدة. لذلك ساكنة تطوان فرحانة وكتعبر الفرح ديالها في شتى المجالات وخصوصا في المجال الرياضي. دابا كنطالبوا أن تكون هناك شاشة عملاقة اللي يمكننا نتفرجوا فيها جميع في ساحة الولاية، وهذا ما وكنتمنوا أن نظري أن الفريق هذا يمكن له يمشي بعيد يوصل حتى للنهاية إن شاء الله، وربما الكأس نرفعها إن شاء الله في آخر المطاف. السلام عليكم. السلام عليكم، انا مشجع مدينه تطوان وفرحان بزاف الفوز ديال المنتخب المغربي، وحنا كنشجعوا المنتخب ديالنا وفرحانين بزاف، ولكن خاصنا شي شاشه عملاقه يديروها لينا هنا في المدينه ديالنا باش نتفرجوا مجموعين، وحنا كنتسناو هذا الماتش ديال فرنسا بفارق بين الصبر باش نربحوا الديك الفرنسي ونديروه رفيسه. علي الركراكي، علي راس لافوكا، علي الركراكي، علي راس لافوكا، والمغرب والمغرب طرطط، والمغرب ومربوحة إن شاء الله، مربوحة صافي، أوروبا كاملة في الجيب إن شاء الله. أوروبا اللي جا بسم الله، خلى المرابط اللي جا بسم الله. أولا نجدد التحية والتهاني للمنتخب المغربي ولكل مكونات المنتخب المغربي، نهنئ الشعب المغربي على هذا التأهل والانتصار التاريخي، هذا الانتصار الذي يؤكد على أن المغرب يمتلك طاقات كبيرة سواء على المستوى التقني أو على مستوى المدربين أو على مستوى اللاعبين. هذا الانتصار الذي أضحى قيمة وتاجا فوق رؤوسنا، وهو ما يتطلب من المعنيين أن يتدخلوا في أقرب الأوقات قبل موعد اللقاء من أجل إقامة شاشة ضخمة في مجموعة من الساحات حتى يتمكن الجماهير التطوانية من متابعة هذه المقابلة المصيرية. ونحن أكيد أننا سننتصر إن شاء الله، فقط المطلوب أن يحذو المسؤولون كما هو الشأن في باقي المدن من أجل إقامة هذه الشاشة، وسنكون مشكورين لهم وسنحييهم وإن كان هذا واجب عليهم. تحية للجميع، ونتمنى الانتصار والمزيد من التألق لمنتخبنا لأسود الأطلس، فنحن نرسم التاريخ ونجدد كتاب التاريخ، بل ننقش التاريخ. السلام عليكم، انا من ساكنه مدينه تطاون. ان شاء الله كنشجعوا المنتخب المغربي. الحمد لله هذا الانتصار اللي حقق له، هذا ماشي انجاز، الحمد لله خدمه ديال وليد الركراكي، لانه الحمد لله خدا مقابله بجديه وكان دار النيه وكان في مستوى صراحه الله، واخا كان عنده الوقت ضيق الحمد لله مزيان. المنتخب المغربي برهن بانه راهو يد وحده وعائله وحده كما يقول الركراكي. وبالنسبه لنا مدينه تطاون كنطلبوا الناس المسؤولين الله يجازهم بخير بالنسبه لهذه المقابله ديال فرنسا والمغرب، لانها بفارق الصبر ضروري خاصها دير لنا شي شاشه عملاقه، وبالاخص في الحمامه ان شاء الله، لان الحمامه هو الموقع الاستراتيجي والرمز للمدينه، لانه كنطالبوا بهم. وكنزيد ناكد بان تكون عندنا الشاشه باش الجمهور وهذا الشيء اللي حق المنتخب المغربي ويكون في مستوى ويكون على سعيد المغاربه كاملين. بيبا المغرب، راس لافوكا، وديما ديما مغرب.